طوكيو في عشية انعقاد الدورة السابعة لقمة تيغاد، جددت اليابان التأكيد على عدم اعترافها بالجمهورية الوهمية. وشدد مساعد وزير الشؤون الخارجية كاتسوهيكو تاكاهاشي على أن هذا الموقف الياباني ثابت وراسخ، وليست لليابان أي نية لتغييره. وأكد المسؤول الياباني السامي أن بلاده تؤمن بأنه يتعين حل هذه القضية بطريقة سلمية من خلال الحوار بين الأطراف المعنية. وأشاد المسؤول الياباني بالدور الهام الذي يتطلع به المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.